مساء الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي بلقيس اينما كنتم، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج حيث الانسان، والذي ياتيكم طوال ليالي شهر رمضان المبارك. في مستهل هذه الحلقه اتمنى لكم صوم مقبول وذنب مغفور وفوز مستحق لكل مشاركين عبر سؤال البرنامج اليومي، والذي ياتيكم عقب عرض ماده الفيلم الخاصه بالحلقه. مشاهدينا الكرام، المسابقة سهلة والمشاركة لا تتطلب منكم سوى إرسال رسالة فقط على رقم الواتساب الظاهر على الشاشة لتتاح لكم فرصة المشاركة في هذه المسابقة. الوقت المحدد لهذه المسابقة يوميا من نهاية الحلقة وحتى اليوم التالي عند الساعة 5 عصر اليوم التالي. مشاهدينا الكرام، في هذه الليلة العاشرة من ليالي شهر رمضان الكريم سنكون على موعد وفي رحلة إلى محافظة ريمة، ريمة المختلفة والمشهورة بجبالها ومرتفعاتها الشاهقة، والتي تعد بمناخها المتنوع ومروجها الخضراء بحصونها وآثارها وقلاعها الشامخة. إذن محطتنا لهذه الليلة في حيث الإنسان هي ريمة، لكن من زاوية إنسانية، حيث حرص فريق البرنامج على التواجد من خلالها رغم صعوبات النقل والعمل في محيط موبوء بالمخاوف والمحاذير الكثيرة. مشاهدينا الكرام، كان الفائزون معنا في حلقة السؤال الحلقة 8، والتي كانت بعنوان كريتر أحلام صغيرة، واستعرضت حال 3 من النساء المكافحات في محافظة عدن وفكرة تقديم مشغل خياطة مشترك لهن. وكان السؤال: ما اسم صاحب الأبيات الشعرية التي وردت في القصة؟ وكانت الاختيارات الثلاثة مبارك حسن الخليفة، والاختيار الثاني عبد الله هادي سبيت، والاختيار الثالث لطفي جعفر أمان، وكانت هذه هي الإجابة الصحيحة. وقمنا باختيار الفائزين الثلاثة في نهاية حلقة الأمس، وفاز كل واحد منهم ب100,000 ريال يمني. الفائز الأول محمد منصور رسام من تعز، والفائز الثاني صدام علي سعيد عبد الرحمن من تعز، والفائز الثالث عبد الرحمن محمد الهياشي من محافظة البيضاء. في نهاية هذه الحلقة مشاهدينا الكرام أيضا سنعلن الفائزين الثلاثة معنا بجوائز حلقة الأمس الحلقة 9، والتي حملت عنوان مركز العلاج الفيزيائي الإعاقة ليست النهاية، وكانت من محافظة الجوف. إذا مشاهدينا الكرام، 3 جوائز يوميا بانتظار الفائزين والمشاركين معنا في هذا البرنامج، ومقدار كل جائزة 100,000 ريال يمني. وأذكر أن المشاركة في المسابقة والسؤال اليومي لا تتطلب أكثر من إرسال الرسالة فقط من خلال تطبيق الواتساب، وأرجو من كل المشاركين فقط الاكتفاء بإرسال رسالة فقط حتى تتاح الفرصة لباقي المتسابقين، لأنه يحصل ضغط كثير وربما يحرم البعض من المشاركة معنا والدخول في السحب. إذن قصة الليلة من ريمة، لكن بعد هذا الفاصل القصير. إذن مشاهدينا، كما ذكرت سابقا، قصة اليوم ستنقلنا إلى محافظة ريمة، والتي تفتقر لأبسط مقومات الخدمات والرعاية الصحية. نتابع معا القصة لنشاهد ما هو الأثر الذي تركه حيث الإنسان هناك. إلى الغرب من مركز محافظة ريمة تقع عزلة المصبح التابعة لمديرية كسمة. قرى متفرقة ناعسة في سفح الجبل، وحياة شاقة يجلدها الفقر والحرمان، لكنها تنبض رغم كل شيء. هنا تطل الصباحات لتمد الناس بضوء شفيف يضيء لهم صوابية الضفة التي يقفون عليها. يصعدون على الأقدام فتتحدث الأصوات اللاهثة عن بشر يقاومون الطبيعة لتجاوز حياتهم العاثرة، ووحدهم الضباب يظللهم باستمرار رغم تبدل الطقس والمواسم. فإحنا العزلة هذه طويلة كبيرة جدا، يحتوي سكانها على حوالي 14,000 نسمة، فهي محرومة من عدة البشاريع، خاصة الصحة هذا ما فيش عندنا أي شيء.
عندنا هذا المبنى هذا فقط هو يعني بإيجار، واحد تبرع بيته. يتثاقل الشتاء هنا فيمر بطيئا كأنما يرابط برده بين عظام المنسيين في بلادهم المكتئبين داخل نزوات الطبيعة وضغط الحاجة. حتى الأطفال تهزل حظوظهم في تلقي تعليم لائق، وهم الذين لا يعرفون من الحياة الحديثة شيء، وحين ينتبهون لعدسات الكاميرا يشيحون بأنظارهم خجلين وذاهلين. مسافات طويلة يقطعها أبناء عزلة المصبح في منحدرات شاقة للوصول إلى الأسواق أو أماكن أعمالهم. قد لا تكون هذه الصورة الشاهدة الوحيدة على كارثية الوضع في هذه المنطقة، لكنها تكاد أن تختصر الطريق إلى قلب المأساة. لأن الآن المنطقة حقنا أصبحت موبوءة بالكوليرا. الكوليرا هذه أصبحت مرض يهدد الحياة، حياة البشر. مجرد يعني الماء الملوث، الخضروات الملوثة هذا تنتقل عبر طوالم. عندنا يعني التعليم والوعي عند أكثر الأمراض الوعي ما يفهموش الكلام لما تقول لهم فعل حجر صحي للمريض هذا لأنه بينه كولورا، ممكن في المرض هذا يعدي مرته أو زوجته أو عياله ما يفهم. ما فيش حاجات يعني الذي نقدر نصحي في الوالد، يعني أي حاجة يعني هي حاجة بسيطة، بس إذا كان معنا جهاز ولا معنا فحوصات ولا شيء نقدر يعني من خلال الفحص الزلالي للبروتين، الفحص الزلالي للبروتين نشوف كم نسبة البروتين عنده، كم نسبة السكر. بعض يعني قد يرتفع السكر عنده متجداري، يحصل ارتعاش تحولها وضعفت عليك في الطريق، وهي حاجة بسيطة إنه يعني المحل ماش موجودة، وبعض الأجهزة مش موجودة، يعني مع الجهاز بينه يعني خيوط ومقصات جفتات يعني جات بسيطة. يتجاسرون لمساعدة بعضهم ويعجزون عن تأثيث مركز صحي يسعفهم من الموت قبل الوصول إلى مشافي المدن الرئيسية. فمنذ سنوات تبرع أحد الأهالي بتحويل منزله إلى وحدة صحية لخدمة سكان المنطقة، لكن هذه الوحدة لم تسعف أحدا وظلت تنتظر من يسعفها. إحنا نروح للبيوت عشان المرضى ما فيش طريق سيارة ولا في إمكان يعني يبذوهم لعندنا ولا في حاجات عندنا، إحنا نشيل الحاجات ونروح لعندهم للبيت، يعني بالذات نشيل من العيال من الجهالة مع ما فيش عندنا أي حاجة، نشيل من عندهم من العيادات من حقهم خاص ونروح. الآن عاد هو اللي الحين هذا واحد يعني زميلنا الله يحفظه جاب لنا هذا التنتين الغرف. تقريبا يقولوا في الشهر للمركز هذا حوالي ما بين 60 إلى 70 مريض وأكثر. هذا متى؟ أيام الدنيا هذه، أما أيام المرض الوباء، أيام في أمراض وبائية منتشر خاصة الإسهالات ما يصل إلى 150 مريض في الشهر. تنبئ الصورة في الداخل كيف تهالك هذا المنزل أو ما يعتبرونه مركزا صحيا بدائيا، وكيف تأكلت الأسرة وباتت الأجهزة شبه عاطلة. حالة اضطرارية قد حملت هذا الرجل ليكون الزائر إلى هذا المكان، وتنبئ حالته الصحية عن مضاعفة إصابته بالكوليرا، ما يعني حاجته لمحلول أو لقاح. من هنا جاء الإلهام لبرنامج حيث الإنسان لنسج خيوط الأمل بإعادة تأهيل وتأثيث هذه الوحدة الصحية لإعفاء الناس من العناء الاضطراري للوصول إلى مشافي المدن الرئيسية. 10 ساعات استغرقتها مدة وصولنا من صنعاء إلى عزلة المصبح، وهي مسافة تمر بطريق شاقة ووعرة. تدافع الأهالي لاستقبالنا كبارا وصغارا وقلوبهم تنبض بالأمل.
نمحو بعض الأحزان، أن نمسح دمعة حرمان، أن ننقذ قدر الإمكان. يحملون ما جادت به يد الإنسان ويتراشقون بالنظرات المشعة بالفرح. إنهم يؤثثون بعض أحلامهم التي ضمرت وهي تنتظر وصول الدولة أو حتى المنظمات الإنسانية. حسيت يعني ان في تهيئ لنا، ان في تعامل لنا، ان في دعم لنا عندما توفرت الاشياء هذه والحمد لله. انتم وفرتوا لنا جهد كبير للمنظمه، وانتم ومن فعل الخير في اليوم هذا وفرتوا بعض الاثاثات يعني وصلت الى مستوى كبير وفعلت وخدمت بعض الناس، وما زال اليوم تخدم مستوى السرير. كان احنا نراقب الامراض بالارض. هكذا أصبح جزء كبير من مشروع الوحدة الصحية منجزاً على الأرض، وهكذا تزهر الابتسامة في وجوه الصغار. إذن مشاهدينا، بعد أن تابعنا هذه القصة من محافظة ريما، أود الإشارة فقط إلى أن ريما إحدى المحافظات اليمنية التي تم اعتبارها إداريا محافظة مستقلة في العام 2006، والتي لا زالت تعاني من فقر في القطاعين الصحي والتعليمي وربما في الكثير من القطاعات، ليترك أبناؤها عرضة لموجات الأوبئة والمشاكل الصحية، وتحديدا الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، وهي مشكلة تمتد بامتداد الخارطة اليمنية. غياب الرعاية الصحية والتعليم لذين كانا من الأشياء الثانوية للدولة سابقا ولاحقا. بالتأكيد مشاهدينا الكرام، تابعتم القصة وركزتم في تفاصيل هذه القصة حتى تتمكنوا من الإجابة بشكل صحيح على سؤال الحلقة العاشرة. إليكم سؤال الحلقة العاشرة، والسؤال يقول: كم عدد سكان عزلة المصبحي في ريما؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول 10,000 نسمة، الاختيار الثاني 14,000 نسمة، والاختيار الثالث 24,000 نسمة. الكرام، للفوز معنا بإحدى الجوائز المالية الثلاث في هذه الحلقة، ما عليكم سوى فقط إرسال رقم الإجابة الصحيحة من الإجابات ظاهرة معكم على الشاشة وإرسالها من خلال رقم الواتساب الخاص في البرنامج، وتحديدا في الوقت المتاح لإرسال إجاباتكم من هذه اللحظة وحتى نهاية حلقة أو الساعة الخامسة من عصر اليوم التالي. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مشاهدينا، وصلنا معكم إلى هذه الفقرة الأخيرة في حلقة البرنامج اليوم وفي كل الحلقات، وهي فقرة إعلان الفائزين واختيارهم معكم بشكل عشوائي. سنقوم باختيار الفائزين عن سؤال حلقة الأمس، الحلقة التاسعة، والتي كانت بعنوان مركز العلاج الفيزيائي لإعاقة ليست النهاية، وكانت من محافظة الجوف. سنقوم الآن باختيار ثلاثة فائزين، وكل فائز بجائزة مقدارها 100,000 ريال يمني، وسنقوم بالتواصل معهم عقب انتهاء هذه الحلقة للتعرف على تفاصيلهم وأسمائهم ومن أي محافظة حتى نتمكن من إرسال المبالغ المالية إليهم. مشاهدي الكرام، الآن سنقوم إذن باختيار ثلاثة فائزين، لكن قبل اختيارهم أذكر بطريقة المشاركة فقط بإرسال رقم الإجابة الصحيحة دون إرسال أي حروف أو كلمات مضافة إلى رقم الإجابة، لأنه لن يتم اعتمادها من قبل نظام استقبال الإجابات الآلي وسيتم احتسابها كإجابة خاطئة. ما زال للأسف الكثير يرسل الرقم، مثلا في سؤال أمس البعض أرسل رقم واحد وكتب
مدينة الحزم، هذه طريقة خاطئة، فقط أرسل رقم 1 أو رقم 2 أو رقم 3 حتى تدخل معنا في السحب بشكل صحيح. إذن مشاهدينا الكرام، وكان سؤال حلقة الأمس، كان السؤال يقول أين يوجد مركز العلاج الفيزيائي الذي ذكر في الحلقة، وكانت الاختيارات الثلاثة مدينة الحزم، والاختيار الثاني مدينة زبيد، والاختيار الثالث مدينة تريم. كانت الإجابة الصحيحة إذن الاختيار الأول مدينة الحزم. كل من أجاب بشكل صحيح والآن معنا في القرعة، وسنقوم باختيار ثلاثة بمن أرسلوا رقم 1 بشكل صحيح ليفوزوا معنا ب 100,000 ريال لكل فائز منهم. الآن سنجري السحب وسنقوم باختيار أول فائز معنا عن سؤال حلقة الأمس. بسم الله. إذن مبروك للفائز الأول معنا عن حلقة الأمس، وقيمة الجائزة 100,000 ريال. مبروك لصاحب الرقم 00967770798672. الآن نختار الفائز الثاني، وأيضا قيمة الجائزة 100,000 ريال يمني، وأجاب برقم 1 لأنها كانت الإجابة الصحيحة. مبروك لصاحب الرقم 00967775662276. مبروك للفائز الثاني إذن 100,000 ريال. والآن سنقوم باختيار الفائز الثالث، وأذكر أن هذه المسابقة فقط محصورة للأرقام اليمنية. بسم الله. ومبروك آخر 100,000 ريال في هذه الحلقة فقط، لكن ما زالت لدينا الكثير من الجوائز المالية يوميا. ومبروك لصاحب الرقم 00967712737342. مبروك إذن لصاحب الرقم 100,000 ريال يمني أيضا. إذن مشاهدينا الكرام، مبروك للفائزين الثلاثة معنا في حلقة اليوم، وأذكر أنهم أرسلوا رقم الإجابة الصحيحة، وكانت الاختيار الأول مركز العلاج الفيزيائي يوجد في مدينة الحزم بمحافظة الجوف. مبروك لهم الجوائز المالية، لكل فائز 100,000 ريال يمني. فقط للمشاركة والفوز معنا لابد من إرسال فقط رقم الإجابة 1 أو 2 أو 3. أذكر هذه المسابقة مخصصة للأرقام اليمنية، وأيضا هناك رجاء على كل المشاركين معنا في المسابقة الاكتفاء بإرسال رسالة واحدة فقط حتى تتاح الفرصة للآخرين، لأنك بإرسالك لأكثر من رسالة ربما تعرض رقمك للحظر من قبل نظام المسابقة الآلي، لأنه هنا أن تتجاوز الفرص المتاحة لك. البعض مثلا يرسل أكثر من 100 رسالة، 200 رسالة، 300 رسالة، 400 رسالة، أنت تعمل ضغط بهذه الطريقة وتعيق الآخرين من المشاركة معنا في البرنامج. الرجاء، غاية الرجاء المشاركة فقط والاكتفاء برسالة واحدة، وليس شرط أيضا أن يأتيك رد من البرنامج، مجرد إرسالك رسالة أن تكون معنا دخلت في السحب على البرنامج. وأيضا موضوع أنه لم يظهر لي الخطين الأزرق، ربما هذا ليس بشكل ضروري وليس شرط حتى تشترك في المسابقة، إرسالك الإجابة فقط تدخل معنا في السحب. الآن نذكر بالأرقام الفائزة معنا الثلاثة، تتابع الأرقام على الشاشة. إذا كانت هذه أرقام الثلاثة الفائزين معنا عن سؤال حلقة الأمس، بإمكانكم أن تكونوا معنا فائزين معنا عن سؤال اليوم، لكن بمجرد الإجابة بشكل صحيح، وأن يكون لكم أيضا حظ في الاختيار العشوائي الذي نجريه في نهاية كل حلقة. أذكر بسؤال حلقة اليوم، والسؤال كان يقول ما كم عدد سكان عزلة المصبحي في محافظة ريمة، والاختيارات الثلاثة هي 10,000 نسمة الاختيار الأول، الاختيار الثاني 14,000 نسمة، والاختيار الثالث 24,000 نسمة. بإرسالك لرقم الإجابة الصحيحة تكون لديك فرصة للفوز معنا. إذن مشاهدين الكرام، السؤال موجود على الشاشة، أتمنى لكم حظ سعيد للفوز بإحدى الجوائز المالية الثلاثة. انتهت هذه الحلقة من حيث الإنسان، نلقاكم غدا وقصة جديدة من محافظة من المحافظات اليمنية، وسؤال جديد وجوائز مالية جديدة. في أمان الله. نصنع للأمل مكان أنه
هو بعض الأحزان أن نمسح دمعة حرمان أن ننقذ قدر هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.